بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب، مستمرين وياكم في سلسلة شروحات منهج المايكروتك لنيل شهادة الـ MTCNA. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن كيفية استخدام السيسلوج سيرفر في عملية عرض الترافيك اللي موجود داخل المايكروتك، وقلنا من خلال هذا الترافيك يستطيع محلل البيانات إيش التعرف على حركة مرور البيانات واستنتاج الحلول وكذلك اكتشاف المشاكل. محاضرتنا راح تكون عن كيفية خزن اللوجز الترافيك على الحاسوب وعرضه من خلال ايش؟ من خلال تطبيق اللوج فيور. بداية ندخل على الوين بوكس. بعد ما دخلنا على الوين بوكس نروح على اللوج منيو. على اللوج منيو مثل ما تشوفون أمامكم حركة مرور البيانات. إذا سوينا لها فريز يعني توقف، تلاحظون أنه عندي أني هذه الرول وكذلك الأكشن. أنا مطبق إيش؟ بريفكس اسمها ريان ICT، واضح اسمها ريان ICT، حتى إيش؟ حتى ممكن أن تميزوها. واضح كيف أنه طبقتها؟ رحت على السيستم منيو، ومن السيستم منيو رحت على لوجين، ومن لوجين هنا تلاحظونها أنا ضفتها كبريفكس واختارتها. الطريقة أنه أنا ممكن أضيف رولز، أنقر على آد وأروح على إيش؟ أروح على توبكت، ومن التوبكت أنا اختارت الفاير رول، اختارت هذه كتوبكس. واضح اختارت الفاير رول وخليت للبريفكس اللي هي اسمها ريان، اللي اسمها شنو؟ اللي اسمها ريان ICT، ضفتها ريان وحددت الاكشن مالتها مكانها، حددت الميموري. واضح حددت الميموري. هذه هي طريقة الإضافة مثل ما تشوفون موجودة أمامكم. حاليا أنه أنا أروح على، بعد ما فتحت اللوجين أروح على الاكشن وأجي على الديسك اللي هي الأكشن هذه. أنا عندي 4 أكشن: ديسك و إيكو ميموري و ريموت. هنا أجي عليها دبل كليك وأجي هنا يحدد الفايل نيم اللي راح يظهر عندي. وين راح يظهر عندي؟ ضمن المايكروتك فايلز. أسمي، أخلي هذا الاسم مالته، أخليه الديفولت. يقول لي كم لاين بير فايل، كم لاين تريد لكل فايل. هنا أخلي يستمر اوكي، وهنا يقول لي كم لاين تريد، العفو اوكي، كم لاين تريد. انا راح اخلي 100 لاين، واريد فقط يقول لي كم ملف تريد يظهر لك بالفايلز، كم ملف. اقول له اريد مثلا اوكي 4. تريد تقول له ستوب اون فول، عندما ايش تكتمل هذه الملفات يتوقف. هذا up to you. تقول له apply، تقول له apply. خلنا نختار ملفين للسرعة، ونقول له apply، نقول له apply، نقول له okay. واضح، نقول له okay. تلاحظون هنا أرجع على الرولز، وبدل ما أخلي الأكشن على مال الفايروول هذه أخليها على الميموري. انقر عليها دبل كليك واختار الديسك. اختار شنو؟ اختار ديسك حتى يتم ايش حفظها على شنو؟ على المايكروتك. اقول له ابلاي واقول له اوكي. باعوا كيف انه تمت عمليات الخزن. تظهر عندي حاليا الديسك، يظهر عندي الملفات لايش؟ اللي هي باسم ريان ICT. اوكي، حاليا هسه لو رحنا على الفايلز، ننتظر اوكي. هذا اول ملف تم انشاءه، ممكن هذا الملف ان ننسخه اوكي. الملف الثاني تم انشاءه كذلك، فقط اقول له نسخ هذا الملف واوديه. وين اوديه؟ على سطح المكتب. اوديه على سطح المكتب، نسخته خليته على سطح المكتب. عندي هذا التطبيق اللي اسمه اللوج فايل فيور.
هذا احتاجه. كذلك انه اجي اقول له open، اجي اقول له open، واروح على سطح المكتب على الديسكتوب وابحث عن الفايل، ابحث عن الفايل هذا اللوج، اللوج فلاش. اوكي اللوج هذا اسمه، خلنا اتاكد. اوكي سكريبت، اوكي هذا اللوج، هذا هو اللوج، واضح. اقول له open، تلاحظون انه تم عرض ايش؟ تم عرض البيانات، هذا التاريخ، تاريخ اليوم، وتلاحظون هاي البريفكس ظهرت، وكيف انه انا اصلا مسوي بريفكس قديمه اسمها accept mylan، وتلاحظون انه كيف تم حفظ البيانات. وممكن لي التكنيكال ان يتصفح هذه الترافيك طبعا بناء على يعني تعليم هذه البيانات، واضح. وكذلك الترافيك اللي ممكن ان تتعامل وياها هذه البيانات، احنا نتحدث عن يعني شبكه يعني ممكن ان تكون كبيره، يعني لمؤسسه، او ممكن ان تكون لمؤسسه مثل الجامعه، او ممكن تكون حتى لايش، لاكثر من يعني مؤسسات اكبر من الجامعات. لهذا انه كميه اكيد الترافيك اللي راح تتولد يعني اكبر من يعني مقارنة بهذه الترافيك اللي لاحظناها الآن، وإحنا فقط اختارينا أن يكون 100 لاينز لكل ملف. شكرا جزيلا طلاب لإصغائكم.